مستمرين في معرض جنيف الدولي للسيارات. معنا فراري 488 نسخة الفيستا 720 حصان، أداء جبار استثنائي. هاي السيارة تعتبر خليفة عن ال 458 السبيشيالي، هاي النسخة الجديدة لل 488. شهدت فعاليات معرض جنيف للسيارات لعام 2018 الكشف عن سيارة فيراري 488 بيستا، وهي نسخة خاصة عالية الأداء من طراز فيراري 488 جي تي بي، وتعني كلمة بيستا باللغة العربية الحلبة. ولكن هذه السيارة الخارقة ليست حكرا على حلبات السباق، بل يمكنها اقتحام الطرق العامة أيضا. وتعتمد سيارة 488 بيستا الجديدة في تصميمها على طراز فيراري 488 جي تي بي، الطراز البديل عن فيراري 458 إيطاليا، والذي سبق أن اختبره فريقنا في عرب جي تي. ومن الواضح أن السيارة حصلت على لمسات خاصة تزيد من شراستها وتوفر المزيد من الديناميكية الهوائية، تتضمن غطاء أماميا مميزا يعمل كعاكس للهواء عند السير بسرعات عالية، هذا بالإضافة إلى صادمين أمامي وخلفي جديدين وفتحات تهوية كبيرة وجناح أمامي سفلي ممتد أسفل الصادم، بينما يظهر في الخلف جناح خلفي مدمج أسفله مشتت هواء هجومي التصميم يحتوي على مخرجين للعادم. كما حصل الهيكل على خطوط رياضية باللونين الأبيض والأزرق الداكن ليؤكد على الهوية الرياضية. أما القلب النابض لأجدد سيارات فيراري الإيطالية الخارقة فهو محرك V8 بسعة 3.9 لتر مع شاحن تيربو مزدوج، ويولد قوة 711 حصان و770 نيوتن متر من عزم الدوران. كما عمل الصانع الإيطالي على تخفيض وزن السيارة بمقدار 90 كيلوغرام مقارنة مع الطراز الأساسي فيراري 488 جي تي بي، ليبلغ وزن السيارة الجديدة 1280 كيلوغرام. ومع هذه التحسينات تتسارع سيارة فيراري الجديدة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 2.85 من الثانية، وتستطيع الوصول إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة في 7.6 ثانية، أما سرعة القصوى فتصل إلى 340 كيلومتر في الساعة. لا تنسى عزيزي المشاهد أن تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالأسفل للاطلاع على آخر أخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي.